ننتقل الى البرة للكليبر. حط لي فاصل الان وكل المعلومات اللي انت اخذتها هنعكسها هنا. ليش؟ لانه انا ماخذ الاوتبوت تبعي على مين؟ على الدايود. الدايود لما يكون اون قيمة الاشارة بتخرج صفر. ليش؟ لانه هذا ايديال دايود. طب لو كان سيليكون دايود لما بيكون هذا اون بيثبت الجهد على مين؟ على قيمة 0.7. طول ما الدايود اون الجهد تبعه. طب وين الجهد بروح؟ بروح على المقاومة. لكن انا طالب منك الان تاخذ الاوتبوت على مين؟ على الدايود. وهذا له تطبيقات رهيبة جدا حتشوفها معايا. لذلك الدايود لما بيكون في حالة الاون في الحالة هذه لما خشت عليه الاشارة الموجبة فايش هيعمل؟ هيطلع صفر. طب لما نخش عليه اشارة سالبة الاشارة السالبة تنفذ. ايش معنى الاشارة السالبة تنفذ؟ انه كل الجهد السالب اتحول الدايود الى اوبن سيركت، التيار بيساوي صفر والجهد على المقاومة بيساوي صفر، لكن الجهد كله وين بيروح؟ على الدايود. اذا عكس اللي فات، عكس اللي فات. انا قلت لك تذكر دائما انه الدايود والمقاومة بتبادلوا الادوار، فاذا كان الدايود اخذ الجهد فالمقاومة بيكون عليها صفر، فبتطلع الاشارة بهذا الشكل. وهذا الكلام بيختلف عن مين؟ لما كانت لما كنت تاخذ انت الاوتبوت تبعك على المقاومه. انتبه للكلام هذا لانه حيغلبك كثير في الدراسه. فاذا انت بتوقع انه هنا انحياز امامي معناته في عندي اشاره وهنا لا، هذا كلامك صحيح لو كنت تاخذ الاوتبوت تبعك على مين؟ على المقاومه. لكن انت ماخذ الاوتبوت على طرفي مين؟ الدايود. فالدايود هنا هو فيش عنده تغير في الجهد في الانحياز الامامي، بيثبت عن مين؟ عند قيمه الترانزيشن اللي هي الصفر للايديال دايود. اما بالنسبه للانحياز العكسي فالاشاره كلها بتطلع زي. إذا هنا فيش إمكانية إني أغلط إذا أنا كنت فاهم المبدأ العمل هذا. طيب نيجي الآن للدايود لما أنا عكست اتجاهه. في الحالة هذه الإشارة الموجبة في أم الموجبة اللي خش إيش هيعمل؟ هيعمل انحياز عكسي، هيكون الدايود أوف. إذا الإشارة الموجبة هتصل إلى إيش؟ إلى الأوتبوت. لما بتخش إشارة سالبة يكون الدايود أون والجهد يثبت عند قيمة زيرو. اذا دخلت الاشاره الموجبه والاشاره السالبه اعطتنا قيمه صفر. خلينا نطبق الكلام هذا مع بعض على السكوير ويف سيجنال والتراينجل سيجنال. ستجد انه الكلام نفسه يتكرر. لما خشت الاشاره الموجبه اعطتني صفر والاشاره السالبه هي اللي ظهرت. لما دخلت اشاره تراينجل موجبه حتجعل الدايود في حاله انحياز امامي وبالتالي حيطلع صفر الجهد. اما لما صار انحياز عكسي، لما صار انحياز عكسي يعني صار هنا سالب صار هنا موجب، اذا هذا الدايود صار ايش؟ صار اوبن سيركت فالاشاره ظهرت. الموضوع اللي بيهمني انا هنا انه كيف اتحكم في المستوى القص. مش معقول انا بدي الاشاره صفر. افرض بدي القص يكون عند 4 فولت، بمعنى انه لو خشت اشاره 5 فولت 6 فولت 7 فولت يعني الدايود في حاله انحياز امامي، وانا عندي جهاز قد يكون قوقعه الكترونيه، قد يكون منظم ضربات القلب، قد يكون جهاز في مركبة فضائية، وأي زيادة في الإشارة حتخرب جهاز حقه آلاف الدولارات. فبالتالي إيش معنى ذلك؟ بدي أصمم دائرة إنه مهما تغيرت الإشارة الإنبوت الأوتبوت لا تزيد قيمته عن 4 فولت 5 فولت 6 فولت وهكذا. فهنا أنا الإشارة تبعتي 16 بالموجب وسالب 16. ما تجعلش الإشارة لترينجل تعمل لك أي مشاكل، هي نفسها نفس الجيبية. أنا كل اللي بهمني ما هو دور البطارية. دور البطارية هو دور يجعل الدايود في حالة الانحياز الأمامي. معناته الإشارة لما بتخش على الدايود وتجعله في حالة انحياز أمامي سيكون الجهد الأوتبوت 4 فولت. ليش؟ لأنه هذا 4 فولت وهذا صفر فالأوتبوت تبعك 4 فولت. طيب إذا دخلت الإشارة وجعلت المنطقة هذا انحياز عكسي فهذا هيتحول لأوبن سيركت وبالتالي الإشارة اللي دخلت هتطلع تاني. إذا خلينا نفكر الآن في هذا السؤال. متى الإشارة بتخلي الدايود في حالة انحياز أمامي؟ فقط لما بيكون على الطرف هذا سالب. إذا الجزء الموجب بالكامل سيخرج بسلام إذا صح التعبير. ليش؟ لأنه الدايود في حالة الجزء الموجب لما بتعرض لجهد موجب حيكون انحياز عكسي، حيكون اوبن سيركت فبالتالي تخرج. متى الدايود بيبدا يلعب دور هنا؟ لما الاشاره تخش ايش؟ سالب. طيب لوجود البطاريه 4 فولت
معناته لو دخل جهد مقداره 3 فولت بالموجب، يعني في عندي انا جزء من الموجب، في عندي جزء من الموجب هي مثلا صفر، هي 1 فولت 2 فولت 3 فولت، لما بكون هنا عندي 3 فولت هذا جهد موجب، لكن هنا 4 فولت، وبالتالي الديود سيتعرض الى فرق في الجهد، جهد كبير جهد صغير. طبعا احنا لو بنقول موجب وسالب يعني كبير وصغير، فبالتالي 3 فولت ال 4 فولت و 3 فولت معناته كانه في عنده جهد موجب بالنسبه لصفر مقدار 1 فولت. متى الديود بيبدا يمنع؟ لما يصل الجهد الموجب الى 4 فولت صاير حيصير هنا تعادل. اذا الليفل تبعك عند مين؟ عند 4 فولت. اذا فوق ال 4 فولت الديود حيصير ايش؟ انحياز عكسي، وبالتالي كل الموجب اللي فوق ال 4 فولت حيعدي. طيب كل الاشاره اللي تحت 4 فولت، مين هي الاشاره تحت 4 فولت؟ الثلاثة والأربعة والخمسة والسالب واحد والسالب اثنين والسالب 16، هذا كله حيجعل الديود في حالة انحياز أمامي، فبالتالي حيخرج إيش؟ حيخرج 4 فولت. خلينا نشوف مع بعض كده نحل السؤال هذا، لأنه هتطلع معك رسمة غريبة شوية. فأنا إيش اللي عملته؟ أول قانون بدي أحطه هنا إنه البطارية الأربعة فولت تجعل الديود في حالة الأون ستيت. رقم اثنين، يكون الديود في حالة الأون ستيت لما بيكون الجهد أصغر من 4 فولت عشان أضمن أنه جهد سالب على طرف إيش؟ الإن تايب. ومتى بيكون الجهد الإنبوت بيجعل الديود في حالة الأوف ستيت؟ لما بيكون أكبر من 4 فولت، معناته قيمة الـ 4 فولت هي الترانزيشن ليفل تبعتي. هنا اللي فوق إيش حيكون؟ حيكون أوف، واللي تحت إيش حيكون؟ حيكون أون. الآن لما بيكون الديود في حالة الأوف ال V input تساوي ال V output، أما لما بيكون الديود في حالة ال on فال V output بتساوي 4 فولت. تتغيرش القيمة، ليش؟ لأنه هذا حيصير short circuit وفرق الجهد حيكون عبارة عن إيش؟ 4 فولت زائد الصفر اللي هو 4 فولت. لذلك القص كيف حيصير؟ القص من صفر، من النقطة صفر، شايفين شايفين السهم هذا اللي طالع هنا؟ من صفر إلى النقطة هذه قبل الأربعة قديش قيمة الجهد؟ 4 فولت. بعدين حيطلع زي الطربوش اللي عامل زي كده، من 4 فولت ل 16، من 16 ل 4 فولت، وبعدين كل الإشارة هذه اللي هي الأوف ستيت حتصير 4 فولت. فالإشارة تبعتك حتطلع كما توقعت، هي عبارة عن 4 فولت تمثل الأوف ستيت، تمثل الأون ستيت، بعدين لما صارت أوف إيش صارت؟ اللي هو الطربوش هذا، بعدين لما صارت أون تاني رجعت الإشارة إيش؟ 4 فولت. بيختلف تماما لما بتاخد الإشارة على مين؟ على المقاومة، بس نفس الأسلوب ونفس الإجراء، لكن هنالك تصرف لـ V output إيش بتساوي؟ بتساوي الـ VI في حالة الـ off، والـ V output بتساوي مقدار الـ potential الـ DC biasing اللي انت حاطه. طيب ماذا لو كان الديود هذا من السيليكون؟ خلينا نشوف السؤال بس عشان تعرف كيف الكتاب بحاول يبسط المادة إلك. ما تعملش كتير مع السيليكون، تعامل مع مين؟ مع الايديال دايود. هل جيت هذا السؤال بقول لي اعتبر انه انا معايا سيليكون دايود، والسيليكون دايود سوف يمتلك ني فولتج مقدارها 0.7، اذا هنا حيكون عندك جهد موجب، بطارية موجبة، وبالتالي الجهد اللي بيعمل ترانزيشن بطل 4 فولت، صار 3.3، لانه في 4 في 0.7 وين راحت؟ حصة او نصيب الديود. اصبح الديود وين بوصل؟ صار بوصل عند ال 0.7، عند النقطة هاي، شايفين؟ عند النقطة هاي. فبالتالي هذا الان هذا صارت ايش؟ اوف اون. الان لما اجي انا بدي اعرف قديش بيكون الديود في حالة الاون، اذا هنا بستبدل الديود بالدائرة المكافأة تبعته، بدي اعتبر ال V output بيساوي صفر، لانه عند الترانزيشن فولتج اللي بيخلي الدايود ما بين الاون والاوف، الفي اوت بيساوي صفر والتيار بيساوي صفر. اذا تطبيق قانون كيرشوف فولتج لو ايش بيقول؟ ناقص في اي، فيش جهد هنا على المقاومه، ناقص 0.7 زائد 4 فولت بيساوي صفر. اذا في الحاله هذه باصل بالمعادله تبعتي انه في اي تساوي 3.3. اذا لما الاشاره المترددة تكون عند 3.3 بالموجب، هنا الديود محير،
اذا زادت عن 3.3 اذا زادت عن 3.3 الدايود حيتحول لمين؟ لأوف. اذا قلت عن 3.3 تحول الدايود لمين؟ لأون. اذا القص هنا حيكون عن مين؟ عن 3.3 وليس عند 4، لانه انت بتتكلم الان عن ريال سيليكون دايود. فبالتالي باجي برسم انا الرسمه تبعتي بقول الفي اي اكبر من 3.3 حيكون الدايود في حاله انحياز عكسي، وانت شايف هذا الكلام امامك، لانه ال 3.3 بالموجب ايش معناته؟ هذا القطب السالب حيتعرض لجهد موجب، والبطاريه هذه فقدت السيطره. اما لما بيكون الجهد اقل معناته البطاريه هي المسيطره، وبالتالي الجهد حيكون اون في الحاله هذه يبقى ثابت عند 3.3 مهما تغيرت الاشاره حتكون عند 3.3. اذا لو اسقطت هذا الكلام على المنحنى تبعي لو نفس الكلام بس بدل الاربعه صار عند 3.3، اذا نفس الشكل اللي فات ولكن عند 3.3 للترانزيشن ليفل. هذا لما بيكون السيليكون، لاحظ انه في حاله الاون، في حاله الاون تبقى قيمه الجهد ثابته لا تتغير. متى الجهد بتغير؟ لما الدايود بخش في مرحله المين، في حاله الاوف ستيت. اذا القص وين بيكون؟ بيكون لما بيكون الدايود في حاله الاون، بينما القص لما بيكون على المقاومه كان بيكون لما بيكون الدايود في حاله الايش؟ في حاله الاوف. نحل اخر سؤال وهو من مسائل الكتاب، مسألة رقم 35. ايش بقول لي؟ دخلت اشارة مترددة جيبية من زائد 8 الى سالب 8، ولدي دائرة بارلل كليبر، وهنالك بايسنج على الدايود، والاوتبوت تبعي الان بدي اخده على مين؟ على النقطتين هدول اللي هو دايود وبطارية. قيمة البوتنشال تبع البطارية 4 فولت. الأربعة فولت أول ما بمسك السؤال تجعل الدايود في حالة انحياز إيش؟ انحياز عكسي، مظبوط ولا لا؟ طيب متى يتوقع أنه الدايود يكون موصل بالإشارة السالبة ولا بالإشارة الموجبة؟ بالإشارة الموجبة. إذن النصف الأول من الموجب هو المحتمل أنه يجعل الدايود في حالة الأون ستيت، فقط إذا كان الجهد اللي وصل أكبر من 4 فولت، لأنه من 0 ل 1 ل 2 فولت 3 فولت لا زالت 3 فولت اصغر من الجهد اللي على الطرف مين؟ الان تايب تبع الدايود، فلا زال الدايود تحت انحياز عكسي. عندما يصل الجهد الى 4 فولت بيبدا الدايود في منطقه ايش؟ يصحصح هيك ما بين الفصل ما بين الاون والاوف. اذا الترانزيشن ليفل تبعك وين تتوقعه؟ عند الموجب 4. اي قيمه فوق الموجب 4 حيكون الدايود ايش؟ اون. إذا الجهد لما يكون 5 و6 و7 و8 و9 لعند 8 الاوتبوت سيجنال ايش حتكون؟ حتثبت عند ال 4 فولت. أما غير ذلك الإشارة السالبة كلها حتطلع، وجزء من 0 إلى 4 فولت حيخرج، ومن 4 إلى 0 برضه حيطلع بسلام. ليش؟ لأنه الدايود حيكون في حالة الايش؟ الأوف ستيت. طريقة الحل كيف صارت؟ كالتالي. أول شيء ال 4 فولت ايش بتعمل الدايود؟ تعمل دايود اوف. اذا هذا رقم واحد. رقم اثنين، دايود will be on for any value لفي اكبر من 4، وبيكون اوف لفي اصغر من 4. اذا الاربعة تبعتك هي الخط الفيصلي ما بين الاون والاوف. اذا في بتساوي 4 فولت، هذه الخط الفيصلي. فوق الاربعة بيكون الدايود اون، تحت الاربعة بيكون الدايود اوف. اذا انت مباشرة في منطقة الاون كل شيء حيكون بيساوي 4 فولت. اما بالنسبه للاوف ففي اوتبوت تساوي في انبوت. طب كيف هذا الكلام بدي اسقطه على السبوره؟ بهذا الشكل. من 0 ل 4 الاشاره طلعت زي ما هي، زادت عن 4 انقصت، نزلت عن 4 ظلت زي ما هي، راحت بالسالب ظلت زي ما هي. طول ما الدايود اوف الاشاره تعبر بسلام زي الزجاج. هذا هو التطبيق العملي. ما حبيتش اعطيكم التنين مع بعض لانه حيرجع الامور صعبه. انا بدي اقص الموجب والسالب. انا عندي الاشاره، الجهاز تبعي الدقيق والحساس يعمل ما بين 5 فولت وسالب 5 فولت. ماذا يحدث لو صارت الاشاره فوق الخمسة وتحت الخمسة؟ هاي الاشاره دخلت 10. الجزء اللي على الموجب هذا سيجعل هذا الدايود D1 في حاله الفورورد بايس. وبالتالي هذا حيكون ريفرس بايس،
هذا ملوش دور. اذا الاشاره الاوتبوت مين حتطلع؟ حتطلع من هنا، مقدارها 5 فولت ماكسيمم. لما بتيجي تعكس الاشاره وتصير سالبه، هذا الدايود حيصير اوف، دي 1 حيصير اوف، دي 2 حيصير اون، وستثبت الاوتبوت تبعها على مين؟ على سالب 5. اذا الاشاره تبعتك تتوقع ايش تكون؟ من موجب 5 الى سالب 5. اكثر من الموجب 5 حينقص، اقل من السالب 5 حينقص، بينهما سيخرج كما هو بهذا الشكل. اذا من 0 ل 5 الاشاره زي ما هي، فوق ال 5 طلعت. طيب لو دخلت الاشاره 6 وسالب 6 حتطلع 5 و5 وسالب 5. طب لو دخلت الاشاره من 5 ل سالب 5، هنا مش حيصير اي تغيير للاشاره، مظبوط ولا لا؟ ما فيش عمليه قص، لانه دائما وابدا حتطلع الاشاره كما هي، لانه الاثنين حيكونوا في حاله الايش؟ في حاله الاوف ستيت. اذا متى بيشتغلوا الديودات؟ لما بزيد الاشاره عن 5 وزائد 5. طبعا الموضوع انا لا شك اني متاكد انه الموضوع شويه دسم وبده تركيز، وثق وتاكد انه القراءه الاولى والقراءه الثانيه والثالثه هي المطلوبه حتى تضعك انك تحل المسائل. وانا بقول لك نصيحه، كل سؤال حليته معايا في الدوسيه هنا، اعكس الديود، اعكس البطاريه، وشوف التاثير اللي ممكن يصير على حلك، لانه الخيارات هذه كلها متاحه. بترك لكم مجموعه من المسائل والتمارين 33 34 و36، لانه 35 و32 حليت لكم اياهم. نلتقي في محاضره الكلامبر، حتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.